احنا لازم بقى لما نقابل ميدو نسأله هو زعل ولا ما زعلش. لا هو زعل، لا هو زعل ميدو زعل. هو بص حضرتك، هو زعل واللي اظهر الواقع بشكل سيء بالامانة حسام حسن لما راح، يعني كأنه بيحوش ميدو عني ان هو يجي مثلا يضربني او يتخانق معايا وبتاع. يعني هو حتى لو عدتيها بيقول لحسام لا ما تحوشنيش يا حسام، ما تحوشنيش يا حسام. بيطلع ميدو وينزل عمرو زكي، هيطلع ميدو وينزل عمرو زكي، وما شفناش في كل الدوره حد غير بيقول بيجي على طول على اللاين وبيسلم على البديل، ولكل مدرب قرار طبعا الله يكون في عونك، ومش ممكن، ولازم الالتزام، ولازم الالتزام من اللاعب تجاه مدربه، ولازم الروح الطيبه تبقى موجوده. هو نجم ما يقدرش يعمل كده في توتنهام ابدا، بيتغير ويطلع وينزل واصبح نجم واصبح ليه سعر قوي جدا. وهيطلع ميدو، واعتقد ان نظر لحضر ميدو فقد حب الناس لهذه اللقطه، وفقد الكثير، فقد الكثير الكثير الكثير، ويبدو يجب ان يكون اسعد اهدى ويحط ولا يبادله الكلام، انما هنقول ايه؟ طلع ميدو ونزل. فهو هو حسام ان هو بياخده وبيحضنه عشان يمشي بيه. دي اللي ادت ايحاء ان هو كان هيتهجم عليه للناس كلها، بالرغم ان ال 80,000 اللي كانوا موجودين كان مستحيل يعني اعتقد. لا ما كانش هيجي، مستحيل يعني مستحيل ان هو يعمل حاجه زي كده، لكن هي اظهرت للناس كلها لدرجه ان ال 80,000 اللي في الملعب في وقت واحد وفي صوت واحد بره بيقولوا له بره، يعني مش انا بس. وبعدين يعني يعني شوف حضرتك، هو حسام حسن هيروح يشوف هيحوشه، فبيدي حق للناس كلها ان هو جاي يتخانق معايا او جاي يضرب.